موضوع ديال القطاع الخصوصي. حنا كما جاء في خارطه كما جاء في اولا في قانون الاطار، حنا تنعتبروا بان القطاع الخصوصي هو مكون من مكونات المنظومه. دونك نبقاو حارسين باش يبقاو واحد التكامل ويبقى ايضا تكافؤ الفرص، ويبقى باش نشتغلوا ويكون الاطار ديال المراقبه ديال لا ريغولاسيون ديال هذا القطاع يكون بصفه منتظمه. هناك موضوع ديال الرسوم ديال الواجبات. حنا اشتغلنا، انا التقيت مع ممثلين القطاع الخصوصي في اخر يوليوز، وكان اللقاء مناسبه باش نطرقوا لواحد العدد ديال المواضيع، ومنها هذا الموضوع ديال الرسوم والواجبات، واللي كان اساسي هو تاكيد بان هناك واحد العقد ديال اللي تأثر العلاقة ما بين هذا القطاع الخصوصي والمؤسسات الخصوصية وأمهات وأولياء التلاميذ. خص هذا العقد اللي بدأ السنة الماضية، ولكن في حاجة باش نراجعوه انطلاقا من بعض المبادئ. المبدأ الأول هو واحد المبدا ديال الشفافيه ووضوح، وهذا اللي تيفسر بان خص الرسوم الا ما كانتش مرتبطه بالخدمات ومرتبطه بالبنيات ديال المؤسسه. وحنا عارفين بان كاين تباين ما بين المؤسسات وما بين داخل الخدمات اللي هي متوفره. راه الا ما كانش هذا واحد الوضوح واحد الشفافيه في هذا الموضوع، هذا ما يتمش، ما كاين يكون مقبول من لا طرف الاولياء ولا من طرف المنظوم. النقطه الثانيه اللي اكدت عليها هي ربط تدريب ما كاين تسجيل التلاميذ ببعض الخدمات اللي ما عندهاش علاقه مباشره مع المدرسه. راه هذا ايضا غير مقبول. اللي بغى يستافد من النقل المدرسي قالوا الاختيار، واش يستافد من النقل المدرسي ولا ما يختار، على حسب الخدمات. اللي بغى المطعمه واش بغى المطعمه ولا سميتو تامين ضروري، ولكن واش ياخذ يكون كيت شارج، ولكن واش ياخذ تامين مع هذه الشركه ولا مع هذه الشركه. كل واحد يتحمل ايضا المسؤوليه ديالو. هادو سميتو. المبدا الثاني هو حق التلاميذ في متابعه الدراسه. كاين بعض الاحيان كاين بعض المؤسسات الحقيقه العدد ديالها ماشي، وكل ما توصلنا تكون على علم بان كان فيه مشكل تندخلوا على صعيد المديريات الجهويه ولا الاقليميه. زعما كيما تنعتبروش بان التلميذ يرجع راهين واحد المؤسسه خصوصيه، اللي مهما كان الظروف. الا كان لكن ما كانش لكن يعني ديفيرون مع لي بارون، ما التلميذ ما خصوش يكون ضحيه ديال هذا لو ديفيرون. نقطة أخرى اللي تما شرحتيولها واللي هي أيضا أساسية، حنا في نفس الوقت هذا القطاع الخصوصي كاين خصو يحترم المقرر ديال سميتو ويحترم. أنا هادشي ديال كنت سمعت بأن احترام ديال المواد، بعض المواد ما تيكونش احترام تام بعض المواد، وهذا تيجعل بان يمكن بعد الاحيان مازال خصنا نرفعوا من المراقبه في هذا الاتجاه. ولكن حنا في نفس الوقت بغينا من هذا القطاع الخصوصي، اولا كاين اللي تيضيف
لكن تضيف سوايع إضافية بعض المواد كخدمة تقدمها، وهذا إذا يحسن يمكن النتائج وعنده أثر على التلاميذ. هذا احنا تنشجعه، أنا ما يمكنش لكن ما فوا با كون لي رونت دون ان كاركون باش يديروا اكزاكتومون داكشي اللي تنديروا في التعليم. تخلي واحد المجال ديال الابتكار لهذا التعليم الخصوصي، وهذا اللي تيفسر علاش بعض الاسر بعض الاحيان تتمشي لهذا التعليم اللي يمكن يكون فيه سميتو. جانب ثاني فيما اخر انشطه الموازيه، وهذا حنا اللي تنطلبوا من هذه المؤسسات هما هذا البرنامج التربوي ديالهم يوضعوه ويكون اتفاق عليه بما فيه. الا كان تيستعملوا شي كتب اضافيه خص تكون موافقه على هذه الكتب، ولكن احنا ما تندخلوش. كاين واحد لو سوكل اللي هو لو سوكل كومون لو سيستيم اللي خصنا نحافظوا عليه، ولكن كاين واحد المجال اللي خصو يبقى مفتوح ايضا للابتكار والاجتهاد اللي هو تيساعد. كاين تجارب بعض الاحيان اللي هي موجوده في القطاع الخصوصي اللي يمكن حتى القطاع العمومي يستفيد منها. دونك انا تنشوف وهذا هو التصور اللي كاين في قانون الاطار، هو التكامل، كل واحد تيلعب واحد الدور. خص المراقبه، تخص التقنين افيك l'adaptation à des réalités les humains différents. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.